بسم الله. كلنا عارفين فكرة الفيو رينج، ان انا باجي هنا واقول له انا عايز مثلا اشوف من ليفل كذا ليفل كذا، او انا مثلا عايز البوتوم بتاعي يبقى مثلا سالب 800، تمام. بس هي الفكرة بقى كلها في الصرف، ان انا ببقى محتاج حاجة غريبة قوي، ان انا محتاج انزل سالب 800 مثلا عشان اشوف البايب، وفي نفس الوقت مش عايز اشوف الحوايط بتاعت الدور اللي تحت. يعني انا عايز اشوف حوايط الدور اللي انا فيه، بس عايز انزل للبايب تحت ومشوفش الحيطان اللي تحت. فدي كده حصلت مشكلة، تمام. طيب ايه حل المشكلة ديت؟ ان انا المعماري بتاعي انا دلوقتي عامله لينك، فانا ممكن اعمل ايه، اجي اقول له في في، وبعد كده هاجي في ريفت لينك، تمام. انا كده سحبه، فبقول له باي هوست فيو، تمام، واقول له كاستم، هدور على الفيو رينج، تمام. الفيو رينج هنا مديني اختيارين، باي هوست فيو ولا باي لينك فيو. باي هوست فيو يبقى هياخد نفس الاعدادات اللي موجوده في الفيو اللي انا واقف عليه. باي لينكد فيو يبقى زي ما هو متظبط في المعماري، يبقى انا هقول له باي لينكد فيو. يبقى كده اللي هيحصل ان اللينك المعماري اللي انا سحبه هيبقى الفيو رينج بتاعه مش مرتبط بالفيو رينج اللي موجود في الفيو اللي موجود في الام اي بي، تمام. فالموضوع ده حل جزء كبير من المشكله. بتبقى حاجه بسيطه اللي هي موضوع لو في بايب موجود في الدور اللي تحت وظهر معايا، فده ممكن اعمل عليه سيلكت واعمل له هايت.